لسه مكملين معاكم في فوز طلاب المدارس الحكوميه الفنيه بالمركز الاول والذهبيه في المسابقه الدوليه روبو كوب بتايلاند. معانا على الهاتف الاستاذ محمد ابراهيم المشرف العام على الفريق المصري خلال المسابقه. صباح الخير عليكم والف الف مبروك. الله يبارك فيك يا بسنت، الف الف شكر على الاستضافه ومبروك لمصر بقى كلها ان شاء الله. فعلا ده حقيقي، مبروك لكل مصر، يعني انجاز في الحقيقه مهم لان الذكاء الاصطناعي ده من اهم المجالات اللي العالم كله مركز عليها دلوقتي، فالمسابقات دي مهمه جدا ان هم يحفزوا الطلاب. عايز اعرف منك في البدايه، يعني كانت توقعاتك عامله ازاي للطلاب خلال مشاركتهم في المسابقه؟ توقعاتي يا فندم، سوري، توقعاتك كانت ايه؟ يعني كنت متخيل ان هم هياخدوا الذهبيه بالذات انه في فرق كتير قوي بتنافس. الو الو، صباح الخير، سمعنا يا فندم؟ طيب احنا بنتكلم، هنحاول تاني نرجع ليه. يعني حاجه مهمه جدا في الحقيقه، الفكرة كلها انه المسابقة الدولية بالذات في الذكاء الاصطناعي في دول يمكن عندها معرفة اكبر منا، يعني متقدمين اكتر بكتير في المجال ده لانه يعني بدأوا فيه من بدري شوية، لكن في الحقيقة انه طلبة صغيرين في السن نفسه فرق كتيرة زي دي، بنتكلم على 399 فريق غيرهم ويكسبوهم، دي حاجة مهمة جدا. رجعنا مرة تانية الاستاذ محمد ابراهيم المشرف العام على الفريق المصري خلال المسابقه. استاذ محمد سامعني يا فندم؟ سامع حضرتك كويس يا فندم. طيب حلو قوي، عايزه اعرف توقعاتك كانت عامله ازاي؟ هل كنت متخيل ان هم يفوزوا على الفرق دي كلها ويكسبوا ميداليه ذهبيه؟ والله احنا لما شاركنا الاولاد يعني قبلوا شويه صعوبات كده من حيث ضيق الوقت في بدايه التحضير للمسابقه الدوليه، لان كان الفرق بين المسابقه الدوليه والمحليه كان وقت قصير جدا، حوالي شهرين. وطبعا احنا عارفين قوه وشراسه البطوله، بيشارك فيها 45 دوله و3000 متسابق على مستوى العالم، فطبعا وعارفين طبعا قوه الدول السابقه، كان معانا اليابان، كان معانا المانيا، امريكا، يعني دول قويه جدا. اليابان يمكن كمان رائده في هذا المجال يعني. وناس طبعا ليهم باع كبير جدا في المجال من امكانياته، ومن هم طبعا الدول المصدره للتكنولوجيا. فطبعا ده كان تحدي كبير للولاد وقت قصير. انا عايز اقول لحضرتك ان هم كانوا تقريبا يعني كل يوم يوميا في الاكاديميه مواهب بيبتدوا يشتغلوا على الروبو بتاعهم بعدد ساعات من 6 ل 9 ساعات يوميا تقريبا. عملوا جهد كبير جدا عشان يقدروا يكونوا على قدر المنافسه، بس برضو انا كنت بسافر بيهم وكل امل ان احنا نحقق حاجه لمصر ونعمل مركز دولي، بس ما كنتش متوقع المركز الاول الصراحه، بس كان توفيق ربنا كبير معانا ان احنا قدرنا نخوض التصفيات الاولانيه والثانيه والثالثه، وكل ما بنعلى في التصفيات اكتر واكتر كل ما وندخل المراحل النهائيه كل ما بيزيد عندنا الامل اكتر، لغايه ما جينا في التصفيه الاخيره. الحمد لله مجهود الولاد وحماسهم وصعودهم للتصفيات النهائيه على مستوى البطوله، 400 فريق في البطوله من دول كتير، فطبعا خلاهم بقى يعني حماسهم زاد يقدروا ينافسوا كمان على المركز الاول، وقد كان الحمد لله بفضل ربنا الحمد لله قدرنا نحصد على الميداليه الذهبيه والمركز الاول على مستوى العالم. وده يخلينا نتكلم معاك ونسالك عن التدريبات، عايزين بشكل مفصل ازاي كانوا بيتدربوا، ازاي كانوا بيستعدوا للمشاركه في هذه المسابقه. زي ما قلت لحضرتك كان عندنا تحدي كبير في ضيق الوقت والامكانيات، برضو احنا عندنا برضو الروبوت هاند ميد يعني احنا بنصنعه من A to Z، سواء بقى على مستوى الميكانيكال ستراكشرز بتاعته او على مستوى البرمجه، بنعمل كل حاجه فيه بايدين الولاد طبعا ومساعده الكوتش بتاعهم، بس ضيق الوقت كان تحدي كبير بلس الامكانيات كانت قليله شويه، طبعا مش كل المكونات بتاعت الروبوت موجوده في مصر، بنحاول نستوردها، بس طبعا الموضوع ده كان بياخد وقت كبير جدا في الجمارك ووصولها لجوه البلد، طبعا الكلام ده كان تحدي كبير. ضغوطات كتيره وتحديات وامكانيات قليله زي ما حضرتك قلت، لكن النتيجه الحمد لله الفوز بالمركز الاول. لا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. طيب نقدر نقول ان الروبوتس عامه او الروبوتات هي لغه المستقبل؟ طبعا 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 يا فندم، دلوقتي خلاص احنا دلوقتي العالم كله بيتغير وكله رايح في اتجاه التكنولوجيا، دلوقتي البلد اللي هيبقى عندها التكنولوجيا وهيبقى عندها فكر الذكاء الصناعي والروبوتكس هم اللي هيقودوا العالم، يعني هم دول هيبقوا خلاص يعني هم دول. يعني انا قصدي هيكون عندنا مثلا منافسات في المدارس المصريه هنقدر نشوفها ما بين الطلاب، ان هم يبقى بينهم منافسات على حل او ايجاد حلول عن طريق الروبوتس؟
نتمنى كده، ونتمنى الموضوع يزيد اكتر واكتر. هو اوريدي في بطولات بتتم على مستوى الجمهوريه كل سنه، اوكي، بس بتبقى برضو مش بالقدر الكافي. احنا عددنا 104 مليون على حسب كلام سياده الرئيس فتحي السيسي في اخر لقاء، 104 مليون او 105 مليون. لا احنا عندنا كتير وشبابنا لسه بخير. وعايز اقول لكم ان احنا، انا سافرت بره كتير وشاركت في مسابقات كتير دوليه. لا احنا عندنا عقول يعني ما شاء الله غير طبيعيه، عقول جباره، بس واضح محتاجين طبعا شويه الدعم والامكانيات اللي تبقى متوفره اكتر شويه. يعني ان احنا نشوف طبعا دعم المؤسسه الرئاسه معانا، يا ريت يعني نتمنى ذلك، ان الموضوع ده يزيد ويكتر اكتر. يعني استاذ محمد، ان احنا نشوف الطلبه المصريين بتفوقوا على يمكن دول تانية رائده في هذا المجال، يبقى احنا بنتقدم واكيد احنا ماشيين في الطريق الصح. كل الشكر للاستاذ محمد ابراهيم المشرف العام على الفريق المصري خلال المسابقه، والف مبروك ليكم وشرفتونا.